الحياة عجائب. عن غذاء النسر، فهو من الطيور الجارحة التي تتغذى على اللحوم، والنسر هو المنظف للطبيعة، فهو يتغذى على اللحم وعلى الميت من الطيور وعلى اللحوم المتعفنة، يتغذى على الطيور والحيوانات التي تم قتلها بالفعل أو حتى ماتت بسبب الأمراض. حتى لو أنه اصطاد الفريسة فإنه لا يأكلها وهي حية، وإنما يتركها حتى تتعفن، بل إنه يأكل الميت ويأكل اللحم العفن حتى لو ماتت الفريسة ومضى على وقت موتها أكثر من 3 أيام. لكن كيف يتغذى النسر على هذه اللحوم المتعفنة المليئة بالفطريات والطفيليات والبكتيريا، ومع ذلك لا يتأذى ولا يصاب بالأمراض؟ إن الله سبحانه وتعالى الخالق المبدع قد منح النسر عصارة هضمية هي الأقوى من بين الطيور الجارحة. العصارة الهضمية أو حمض المعدة موجود عند الإنسان ولكنه قليل، لكن عند النسور مختلف تماما، فهي صاحبة أشد معدل حموضة على الإطلاق، بل إن نسبة الحمض الموجودة في معدة النسر تستطيع أن تذيب بعضا من أنواع المعادن. فبمجرد أكل النسر لهذه الجثث المتعفنة وهذا اللحم المنتن المليء بالبكتيريا والطفيليات والأمراض، فإن العصارة الهضمية عند النسر قادرة على أن تتخلص وتقتل كل هذه الطفيليات والبكتيريا، بل إن النسر يقوم بإخراج فضلاته على رجليه كنوع من المطهرات لما فيها من الحموضة العالية التي تقتل البكتيريا والطفيليات وتساعده على منع انتشار الأمراض. إن الله خلق النسر لوظيفة معينة، وهي أن يقوم النسر بتنظيف الطبيعة والبيئة من فضلات الجثث والحيوانات التي ماتت، وقد تتسبب هذه الجثث وهذه الحيوانات التي ماتت في تلوث البيئة وفي المساعدة على انتشار الأمراض. فهيأ الله للكون هذا المنظف الطبيعي، إنه النسر الذي يأكل الجثث المتعفنة.